اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. يلا بينا نبدا اخبار النادي الاهلي. نجومنا في الالعاب الفرديه بيوصلوا لمراكز كبيره جدا او بيحققوا مراكز كثيره جدا وبيطلعوا لفوق في بطولات العالم وكمان في بطولات مهمه جدا. كريم عبد الجواد نجمنا في الاسكواش بيحافظ على ترتيبه او الترتيب العالمي او التصنيف العالمي في الاسكواش وبيحافظ على المركز الرابع بعد زميله محمد الشرباجي اللي بيحتفظ بالمركز الاول وعلي فرج في المركز الثاني ومؤمن طارق مؤمن في المركز الثالث. بيحافظ على ترتيبه ده في ترتيب شهر مارس للاتحاد الدولي للسكواش، لكن الاهم والاقوى عندنا صعود مصطفى عسل نجمنا نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري الى المركز ال 18 ولسه سنه لم يتخطى ال 20 سنه. بيوصل المركز ال 18 واعتقد ان مصطفى عسل ليه قوه في المرحله اللي جايه ان هو يقدر يتخطى العاشر ويبتدي يخش في الخمسه الاوائل في التصنيف العالمي للاسكواش. هنسيب الاسكواش وهنروح سريعا الى التنس طاوله. وزوجي المصري المختلط بقياده كابتن دينا مشرف وعمر عصر بيتاهلوا الى طوكيو 2020. اكيد دي حاجه بتسعدنا ودايما اي لعيب يتاهل الى طوكيو 2020 الى الاولمبياد اكيد كلنا بنكون سعداء جدا بيه. وبالاخص دينا مشرف كمان اتاهلت بشكل مختلف تماما. البطوله دي اقيمت في تونس وتاهلت هي وعمر عصر بعد ما كسبوا الزوج النيجيري 4-0. رقم واحد بنهني اتحاد التنس طاوله برئاسه الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري للتنس طاوله. لكن دينا مشرف بقى حكايه كبيره، نجمه النجوم في تاريخ التنس طاوله بصراحه شديده، فعلا بنبارك لها لان دينا مشرف او كابتن دينا مشرف اللي حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ التنس طاوله المصري. اتاهلت لطوكيو ثلاث حاجات، فردي وفرق وزوجي مختلط. ما شاء الله عليها دينا مشرف، يعني حاجه مشرفه جدا لمصر والنادي الاهلي بالاخص ان هي كمان محترفه في نادي لانجشتاد بالمانيا. مستواها بيتقدم وتقدم ملحوظ جدا 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 في المرحله الاخيره. بنتمنى لها التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه وخاصه في الاولمبياد باذن الله تحقق حاجه كويسه جدا في الاولمبياد اللي جايه. هنسيب نجومنا في التنس طاوله وهنروح للكاراتيه ونجمتنا الدكتوره جيانا فاروق بتحصد المركز الثالث في الدوري العالمي بالنمسا. جيانا فاروق قربت جدا من التاهل للاولمبياد، ارقامها وتصنيفها دلوقتي في الاتحاد الدولي بيؤهلها قريبا جدا ان هي كمان تكون اول مصريه في تاريخ لعبه الكاراتيه اللي لسه داخله الاولمبياد السنه دي. اول مره في تاريخ الكاراتيه يتلعب الاولمبياد في طوكيو 2020، بقت قريبه جدا ان هي تتاهل. كسبت في الدوري العالمي لعيبه الفلبين في منافسات 61 جرام. اكيد حاجه جميله الدكتوره جيانا فاروق ان تكون ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقها في المرحله الجايه ونبارك لها بالتاهل الى الاولمبياد زي ما باركنا لدينا مشرف وعمر عصر وكل نجومنا اللي يتاهلوا. واكيد كلنا حاطين عليها امال بعد التاهل باذن الله ان كمان تقدر تحقق ميداليه في الكاراتيه. هنسيب نجومنا في الالعاب الفرديه وهنروح لنجومنا في الالعاب الجماعيه.